طريقة اللي يمكن جميع النساء تستعملها سواء في الدار ديالها سواء في الحمام سواء باش تكون تغسل وجهها أو باش تدهنو افيك دي كريم ميم فون دو تان هو بالطريقة دائما تخدم لي جو بحال هكا دائما الفوق. تنصح السيدات كلهم يستعملوا زيت زويته بلديه او زيت ارغان او شي كريم اللي عندهم كريم دو نوي من الليل لليل. بهذه الطريقه ديما يدهنوا ويطلعوا لي جو ديالهم كومسا. هذا راه غادي ينقص لهم لي غيد وغادي ياخر لهم مثلا التجاعيد اللي كانوا غينوضوا لهم او مثلا كاين دي غريماس اللي تيديروا لنا تاهما التجاعيد تاهما تينقصوا على بهذه الطريقه هكا ياك. دائما من بعد تنمشي هنا تنخلي يدي ود وحده هنايا على هاد الخد واليد الاخرى تنديرها هكا هكومسا يعني تنطلع كما تشوفي معايا من هاد الجهه. راه تنتفاخ والناس اللي تعانيو من انتفاخ الوجه واحتباس السوائل اولا الدهون حتى بهذه الطريقه غير هما باش يعرفوا انهم داروا ان بون ماساج اولا ان بون دريناج فيزاج غيحسوا بالجو ديالهم بداو تيسخنوا يعني كاين واحد النشاط ديال الدوره الدمويه في الوجه ديالهم. تمشيو للجهه الاخرى حتى هي نفس الطريقه كومسا دي زيو هما تنجبدوهم بحال هكا. بالنسبه لو فرون تيكونوا دي غيتي دارو افيك لاج اولا افيك دي غريماس اولا مع الشمس بنادم تيكون دير داك شويه ديال التغوبيجه تيدارو هنايا حفيرات اولا شريطات حتى هما يمكن نديرو زويته هكا من الليل لليل وندهنو وندورو كومسا بحال هكا. راه تيعطيك واحد الراحه و تنضغطو على هنايا ملي نوصلو لهنا نقوم بواحد شويه ديال الضغط من بعد هنا هكا فوق الحواجب و تنديرو هاد الطريقه من بعد تمشيو لابوش حتى هو الفم ديالنا ديما الفوق ديما من بعد كاين دوبل مونطون. بالنسبه للنساء اللي عندها دوبل مونطون هنا الدقن زائد تنهبطو كومسا لتحت هاكا. بالنسبه لك كانت السيده بوحدها دير امتي ماساج للشعرات هو راه مزيان لها راه تيحل داك لي بوغ باش بالنسبه للناس اللي تعانيو من سقوط تساقط الشعر حتى هو تيديروا امتي ماساج كومسا كومسا بحال هكا. من بعد واحد الدبدبات هكا كباش لابو تتشرب داك الزويته وتستافد منها